طيب احنا كنا نتكلم قبل الفاصل مع كابتن عادل على كذا نقطة، النقطة منهم فكرة هنا تلاحم المباريات وتأثيرها البدني وتأثيرها النفسي، لأن ده شق كمان مهم جدا. يعني أنا ما أكون لاعب دلوقتي بلعب النهاردة في بطولة مثلا الدوري، وبعد يومين عندي حاجة أفريقيا عايزة أسافر، وعندي بعد 48 ساعة تانية مباراة تانية، ففي حاجة برضو ذهنيا هتبقى عند اللاعب مش مظبوطة. يعني برضو حضرتك كلاعب سابق وكنجم سابق مع النادي الاهلي، واكيد مريتوا بظروف زي دي يمكن كمان أسوأ، خلينا نعرف انتوا كنتوا ازاي بتقدروا يعني تتاقلموا، خصوصا وقتكم برضو كابتن عادل ما كانش فيه هنا الاهتمام قوي بالشق النفسي، ما كانش فكره ان انا لازم اجيب اخصائي نفسي وان انا اتكلم مع اللعيبه واهيئهم نفسيا، ما كانش فيه الكلام ده خالص، ازاي كنتوا بتعملوا ده؟ لم يحدث ان احنا تعرضنا للضغوط دي اصلا لان يعني في الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها كان كل اسبوع مباراه، واحيانا كل 4 أيام او 5 أيام مباراه. ما كانش بقى في افريقيا، ما كانش في أيوة. حتى في الجيل الذهبي في النادي في بتاع جوزيه واللي قبله كابتن الخطيب، ما كانش في التلاحم الرهيب وكثافه المباريات بالشكل ده، وكان برضو الى حد ما كان الجدول برضو بقى فيه معقوليه في عقلانيه. خلينا نقول دلوقتي ما فيش عقلانيه، والله بكلمك بجد. حاجة صعبة. فعلا الموضوع ده اتكرر كام مره؟ انا هو الاسبوع ده اللي فات ده المريخ بيراميدز سان داونز 3 مباريات في من الجمعه للسبت، تفصيلهم يعني 48 ساعه تقريبا، منهم سفر رايح جاي وبعدين داخل على المريخ تاني، وبعدين ولادنا يطلعوا على ماتشين سنغال، وبعدين يرجعوا يومين ونلعب الهلال. ايه ده؟ طب يعني اديني عقلك. لا يجيبوا بقى كليه الطب النفسي الرياضي ابو العزايم يقول لنا يعمل ايه مع اللعيبه دي على مستوى العالم. والله والله مفيش كده، ما بيحصلش كده. وطبعا ده نتيجه ان انا كاداره في كوره في مصر، ان انا المفروض ان انا يبقى عندي خطه، الخطه دي تبقى فيها نوع من الجدول منتظم براعي فيه اللاعب علشان ما يصابش. صحيح. انا اولا الدوري بيبقى فيه متعه للناس الى جانب المنتخبات، يعني المتعه مع المنتخبات، فانا اذا كنت هوصل لاعبتي ان انا العب كاس عالم ولاعبتي مجهده بالشكل ده، طب ازاي انا هوصل؟ كلنا نتمنى وبندعي ربنا ان احنا نوصل، بس مع كم المباريات اللي احنا لعبناهم بدون يعني بقول يعني بدون دراسه، لو تفتكر كنا مع بعض وكان معانا كريم وبنتكلم على البطوله العربيه، كل الفرق راحت بالناشئين والشباب والفريق الثاني، احنا رايحين بكامل قوتنا، وبعدين رحنا رايحين على افريقيا برضه بكامل قوتنا ومباريات كلها قويه جدا جدا جدا. الى جانب الجهد ده كله اللعيبه بترجع لانديتها على دوري وعلى افريقيا، وبعدين النادي الوحيد المتضرر في الحته ديت النادي الاهلي، انا مفروض بتساويني مع فريق انت بتاخدش منه لعيب واحد، فطبعا كان مفروض ان انا كرابطه وكاتحاد كوره اراعي ان النادي الاهلي بيمثل مصر، ودايما لما كابتن الخطيب قال منتخب مصر اولا، وده كان بيعنيها احنا في كاس عالم انديه، انا هو لو تفتكري الماتش بتاع مونتيري 14 لعيب امتى دي حصلت في تاريخ اي نادي؟ صح. وبعدين موسيماني يقعد شهرين اللعيبه ما شافهمش، في مدرب في الدنيا يقعد شهرين لعيبته ما بيشوفهمش، فطبعا كل الامور ديت ما هياش مبررات ولا دي حقائق، ما احناش بنجامل ولا احنا بنزين، لكن دي حقائق لازم كل واحد يبقى عارفها ومطمن ان ولادنا باذن الله تعالى الماتشات اللي جايه ان شاء الله. يعني هو الراجل برضه ادى يومين راحه، امبارح كان برضه نوع من الاستشفاء، لانه الراجل عارف مع جهازه ان في جهد بدني رهيب جدا اتعمل وجهد نفسي، ف بيحصل نوع من انواع الاستشفاء البدني والنفسي، يقعد معاهم ويبتدي يديلهم جرعات من التفاؤل، جرعات من ننسى الماتش اللي فات. احنا ماتش سان داونز اللي هنا احنا مضيعين عدد رهيب جدا من الاجوال، نتيجه ايه؟ ان التركيز بيقل نتيجه الضغط البدني القوي. طب يا كابتن